منورنا وفقرة بنستناها يا دكتور، لأن الموضوع مهم جدا صحيح. وجديد على طبيب الحياة. صحيح. فمش هنقول دي فقرة وخلاص هتعدي، لا ده جزء من مزبط. أربع أجزاء يا دكتور إن شاء الله هنستكمل بيه الحوار. في البداية دكتور يعني إيه الجنف؟ تمام. أو الانحناء العمودي أو الانحناء الجانبي للعمود الفقري. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستضافة وأشكرك على المقدمة الجميلة. طبعا إحنا كلنا بنشوف الشكل الطبيعي ونعرف نميز ما بينه بالشكل المختلف. معنى إنه نشوف إنسان العمود الفقري العادي بتاعه بنشوفه مستقيم. وعشان شاب للسادة المشاهدين، عمود فقري زي مبنى متكون من 33 دور اللي هم الفقرات. معنا الشكل طبعا. الشكل اللي هو النموذج ده بيبان من الوش إنه متساوي. لو لقينا كتف أعلى من التاني أو الرجل أعلى من التانية أو في انحناء جانبي، ده اسمه الجنف. تمييزا عن الحدب اللي هو التحدب الأمامي أو التقوس الظهر اللي جاء الخلفية. طب إيه الجنف ده قصته؟ إنه لوحظ فعلا في أنواع. طبعا أنواعهم في خلقي، يعني مجرد ما الطفل بيبقى مولود الأهل لاحظوا إن العمود الفقري مايل لجنب، وده من أخطارهم لأنه بياخد مدة طويلة قوي في النمو. بالظبط، لأنه من بداية ما اتولد البيبي لحد ما سن اكتمال البلوغ عنده 15 سنة هيزيد فيها الاعوجاج، بما له من تأثيرات طبعا جانبية. عشان برضو السادة المشاهدين احنا عارفين العمود الفقري مبنى من عظام، ولكن خلفه الحبل الشوكي والأعصاب، وعندنا القفص الصدري اللي هو فيه الرئتين والقلب وفي بقية أجزاء الجسم. إذا أي تأثر في العمود الفقري شكلا لو مال بهذا الشكل بيميل ويلف. السبب الشائع غير معلوم، ولهذا اشهر نوع هو اسمه AIS او adolescent idiopathic scoliosis او الانحناء الجانبي غير معلوم السبب. دايما اقول للسادة المشاهدين او مرضايا غير معلوم لينا كاطباء، انما لربنا يعني سبحانه وتعالى ما اكتشفتهوش الاعلام بالظبط، ولكن غالبا بيكون جينيتيكالي ريليتد او له صله بالصبغيات او الجينز. وبدا بالفعل تجربه العلاج الجيني في الفئران ان حقن بتتاخد يعدل الاعوجاج المتوقع. اذا هيجي وقت يجي على الانسان بطمن الاستاذ المشاهدين، هيجي وقت يمكن بعد 20 او اقل سنه هيبقى علاجه غالبا بالعلاج الجيني او بالخلايا الجذعيه او خلافه. اذا الانحناء لما بيحصل نتيجه ان في عضلات قويه في جهه اكتر من الثانيه يبتدي يميل العمود الفقري ويلف. ولهذا اول حاجه بتلاحظ على طول، وده دور مهم جدا زي ما حضرتك قلتي، دور مين؟ الاسره والمدرسه، كذلك في الاطفال الصغيرين يبدا يظهر ده في النوع الخلقي. الشائع جدا اكثرهم هو عند بدايه البلوغ او بعد بلوغ سن 11 سنه تبدا البنت، وبنقول هنا البنت لانه ضعف عدد الاولاد. ليه؟ ما حدش عارف برضه. يعني عدد تاثر البنات ده في الاولاد اكتر يعني اكتر. ومهم شكلا فبيلاحظوها طبعا الام اللي بيبقى متاخر للاسف. بتسالني طب انتوا ما جيتوش بدري ليه؟ بيجوا بس سن 15 سنه. يقول لك اصل هي بتتكسف، هي اللي بتلبس وتتحمل لوحدها. اوكي، بس الام بتلاحظ بتشوف الكتف اعلى من الثاني، في تحدب ظاهر، الجوب مش طول البنطلون، حاجات بسيطه جدا ولكن تستدعي دقه الملاحظه. انما بتتشاف في الطفل العادي، الطفل في المدرسه بيحس ان كتفه نازل عن الثاني. بعض الاهالي او كتير يلوموا الطفل، انت قاعد غلط، انت شايل الشنطه، ليس انت مش فارد ظهرك، انت ارجوك ما لكمش دعوه، لانه ليس اي سبب من دول له دخل. ده حاجه في تكوين جسمه غصب عنه. يعني ده تشوه يا دكتور او عيب؟ تشوه. بيتخلق يا اما خلقي يا اما ايديوباثيك اللي هو زي ما قلنا في سن البلوغ، يا اما في السن الكبير بيحصل حاجه بنسميها ديجنراتيف اللي هو تراكمي، بمعنى الغضاريف اللي بين الفقرات زي ما شرحنا قبل كده عباره عن الماده الهلاميه او الجيلاتينيه اللي بتفصل بين كل فقره والتانيه. بتنشف الديسك ولا ايه؟ اللي هو لا، الغضروف برافو عليك، بينشف بيجف. الغضروف الاحمر ده بيجف يبقى زي العجينه. الفرق بين الجيلي والعجينه انه الجيلي بالظبط بينضغط ويرجع، العجينه تنضغط ما ترجعش. يبدا العمود الفقري ياخد شكل تشوه، ويحصل في بعض المراحل ان الغضروف يجف تماما، يبدا الفقره تتزحزح. اذا ممكن نلاقي ناس في سن كبير ومايلين كده، ما كانوش مايلين زمان، او انه قصروا وانحنوا لان الفقرات لزقت في بعضها. اذا ده النوع الثالث. النوع الرابع طبعا بعيدا عن جميع السامعين، اللي هو لو صله بالاورام وخلافه اللي بتحصل في هذه المنطقه بتشد العمود الفقري اتجاهها، وخاصه اورام الرئه. اشهرهم على الاطلاق الاي اي اس اللي قلنا عليه اللي هو بتاع سن البلوغ. اوكي. تمام.